مساء الخير على حضراتكم مرة تانية ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد ومساء الخير على حضراتكم. وخلاص يعني بتفصلنا يوم واحد يعني وأقل كمان على مباراة منتخب جزر القمر، المفروض تكون بكرة إن شاء الله. المنتخب وصل للقاهرة، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح إنه تدريب المنتخب المصري اتنقل لاستاد بترو سبورت علشان منتخب جزر القمر في نفس توقيت التدريب، فهيكون هو على استاد القاهرة. وبالرغم من إن المنتخبين خلاص اتأهلوا لكأس الأمم الإفريقية، إلا إنه طبعا لازم يكون في يعني أنا شايف لازم ننزل ناكل النجيله في المباراه دي علشان نبقى بس بنطمن الجماهير وبناكد ان احنا جايين وبنفوق وماتش بيحسم الصداره، فاكيد مهمه جدا بالنسبه للمنتخب المصري. المدير الفني لمنتخب جزر القمر كان بيتكلم ان هو قد ايه بيحترم المنتخب المصري وتاريخه، ولكن ان هو شاف مباراه منتخب كينيا وشاف الاداء الكبير اللي اداه منتخب كينيا قدام منتخب مصر، وده اداله نوع من الحماس او حافز ان هو يقدر هو كمان يؤدي اداء كبير قدام منتخب المصري وان هو كمان يفوز وليه لا. ده كان كلامه. وكتير قوي من لعيبه جزر القمر كان كل كلامهم انه لازم تكون المباراه دي بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، لان هم مش مصدقين ان هم هيلعبوا فريق فيه محمد صلاح، او مبسوطين ان هم هيلعبوا فريق فيه محمد صلاح، وان هم مبسوطين جدا بمشواره الاحترافي ودايما متابعينه في ليفربول، وان ده بيديهم حافز كبير ان هم طبعا ان هم يفوزوا على منتخب. يقولوا يا احمد بيقولوا احنا عايزين نقول احنا فوزنا على المنتخب اللي فيه محمد صلاح. طبعا ان شاء الله ده ما يحصلش، ولكن فكره انه برده محمد صلاح موجود وهم عايزين يأدوا أداء كبير قدامه حافز بالنسبة لهم.